تكافح أطقم الإطفاق حريق غابات كبير في جنوب كاليفورنيا، دمر مبنى واحد على الأقل وأجبر 1500 شخص على الفرار من منازلهم. وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بأن ما يعرف بحريق كانيون الذي اندلع بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في مرتفعات سانتا أنا شرقي لوس أنجلوس أدى إلى احتراق ما يزيد على 2000 فدان في تلك المناطق.